فعالية امشي 30 هذا برنامج سنوي كمبادرة من وزارة الصحة انطلاقا من رؤية 2030 بأن يكون الفرد في المجتمع ذو صحة. الهدف من هذه الفعالية هي صراحة هي تقام سنويا، والهدف منها هو نشر ثقافة رياضة المشي في المجتمع السعودي. ومثل ما أنتم لاحظين الأمانة ما قصرت، أمانة المنطقة الشرقية تقريبا احنا عدد المسجلين تجاوز تقريبا 1500 مشارك. أمانة المنطقة الشرقية حقيقة تحرص سنويا على إقامة وتنفيذ الكثير من المماشي في مدن المنطقة الشرقية، وهذا الممشى حقيقة من المماشي المميزة في مدينة الظهران، وحرصنا حقيقة على المشاركة مع إخواننا في الشؤون الصحية على دعم هذه المبادرة. رياضة المشي تعتبر من الرياضة الخفيفة الشدة متوسط الشدة، وهذه يعني نقدر نمارسها أكثر من مرة في اليوم. ما شاء الله تبارك الله، الأخوان ما قصر هنا في وزارة الصحة في التنظيم والترتيب والفعالية. احنا اليوم جينا، طبعا احنا من سكان الحي وتحمسنا للحملة هذه، حملة المشي. احنا طبعا ما نقطع المشي، تمشي كذا اشياء حلوه يعني حلو. يعني فعاليات حلوه يعني يوم السبت، يعني بعض الناس ما عندهم اشياء يسوونها بيوم السبت. اشوف انه الحين المسابقه حق امش 30 هذه مسابقه جميله وانا ابغى اشارك فيها.